الرسالة للشاعر محمد بن مطرب. سود الله وجه جوالي يا شين علومه، يوم جاب شر رسالة من صحب غالي، جابها يشتلها موسومة بوسومه، واصدارت من عند جواله على جوالي. انصدمت من الرسالة ما دريت شكومه، والله اني ما خبر شي جوال ولا تالي. الرسالة غامضة وحروفها مسمومة، وقمت أفكر وأتذكر وأضرب الأمثالي. ما بغيت أشرح عليه وما بغيت ألومه، ملتبس والملتبس ما يقتنع طوالي. لا هدى لا بد ما صحح له المعلومة، لنا بي إلا حقايق كل ما هو قالي. ناس نحشمها وناس ما هي بمحشومة، والمجامل معتبر به في بعض الأحوالي. ما سريت إلا بليل مرقبة نجومة، ليلة عرف أسريه إلى مني سارت الحالي. ليلة عرف أسريه وأسري بابا عرفهما، لك صارته ومات من هم باباها العذالي. ومن يضع ضع هالحكي ولا يبت عزومه، في طموحه مستحيل ان يذب العالي. والراجل له تم جده ما تهنى نومه، مرقد الديباج عنده مثل حر الصالي. فيه بعض الناس من بعض النعم محرومة، خص نعمات من يميز مراها والحالي. ودي ان النفس ما تمسويه مظلومة، لو تنام العين يبقى قلبها شغالي. كون من قلبه يعد تشبه بالاث رمومة، قلب رجال من هموم الليالي خالي. والهدف ما هو بغبي بين برسومه، ما ذكرت في القصيدة بعض ما في بالي. والهدف ما هو بغبي بين برسومه، ما ذكرت في القصيدة بعض ما في بالي. ما ذكرت في القصيدة بعض ما في بالي.